المرشحون لعضوية مجلس الإدارة فوق السن كل من أحمد إبراهيم عبادة 748، أحمد سليمان عفيفي 15433، أحمد عفيفي 1311، أحمد فوضى 829، أشرف إمام عبد السلام 708، السيد عبد الحسيني سمير محمد 4088، السيد عبد المنعم متولي 997، حاتم السيد حامد السيد حسين 921، حسام محسن عبد الله 1048، حسين سيد عبد الحميد 10628، حمدية كمال 995، رجب أحمد رواش 432، رفعت عبد الرؤوف 470، سامح سوني سعيد 2446، سيف الإسلام سماح سعيد عبد الله 1141، سيف الإسلام 1381، شريف محمد إسلام 636، شيرين حسين 1928، طارق أحمد عبد العال 610، علاء الدين مختار مقلد 2663، عمرو علي أدهم 10772، ماهر محمد شفيق 421، مجدي محي شكري 806، محمد رشاد 620، محمد رشاد محمد حسن 643، محمد طارق حسن عبد الغني 10744، محمود سامي 638، مروى أمير عثمان الرفاعي 4217، مصطفى سيد عبد الخالق 3358، نجلاء السيد أحمد خليفة 856، نجلاء فتح ناجي 774، هاني شكري نجيب 12011، هاني عيد محمد 876، هشام نبيه عزيز 12328، هشام محمد علي 1155، هشام يكن حسين زكي 4164. بناء عليه يكون الفائزون بهذا المقعد هم كل من احمد سليمان عفيف 15433، هاني نبيه عزيز 12328، هاني شكري 12111، عمرو علي ادهم 10772، محمد طارق حسن عبد الغني 10744، حسين سيد عبد الحميد 10628.